السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينكم حلا مساكم الله بالخير. الله يحفظكم حاليا الكويت. هذا موقعي اللي يعرف هالأبراج بيعرف أنا وين. أنا في المينا. في المينا. إن شاء الله في احتمال أسير شبرا اليوم بعد. مكتب يوجد في جمعية المينا. الجمعية الوطنية لكن في المينا. شيء مكتب مركز خدمات التأشيرات للمملكة العربية السعودية. ثاني يا يبوي بنك أبو ظبي الأول وتيتي تيتي مثل ما سرتي ييتي. ليش هالعبارة حين لان بخبركم نحن سايرين وين قبل شوية سايرين المينا. وصلت لين المينا قسم الفيز مال السعودية. شو استوى شو ما استوى شو العمل شو الخبر ها كل ما طريته. الحين من أجلس داخل بنك أبو ظبي الوطني بخبركم شو اللي صار شو السؤال اللي سألته وشو الجواب اللي يعني عشان اللي وادم أبويه أزيد اللي يبى شيء يتأكد قبل ما يصير. بنك ما يبقى له رمزة يجنن ويأخذ العقل من لبه من داخل يسلب العقول. البنك وديكورات من داخل كان على فكرة ممنوع تصوير البنوك من الطرف الرئيسي مال في اي بي هم الطرف المكان هذا يمكن لكن بحاول اني يعني هو ممنوع مش قضيه امنيا قضيه ممنوع انه لازم يكون شيء ترخيص ولا لا لا لا, لا الموضوع هذا. لكن انا اللي صورته اللوبي ما صورت بين الكاشير وما ادري قايل. المهم على كل حال هذا الحين نحن ياسين في انتظار كرسيهم غير نمونة ما ترون تصل بظهرك عليه لازم تجي تطيح تسوي لك حركة على الكرسي لما هيب ما يبولك الراحة هيب بنك أبو ظبي الأول كل شيء يبالك الراحة كراسيهم غير نمونة لو تبتها يلس عادي لازم يخليها تطيح فيها نوع من أنواع شبه المسلقاي أو شبه اللي طايح علي ينبه الكرسي لأن الكرسي عز كل شيء يبوي عندهم كل عزها. قرب الله تعدوا اللي ما يعرفهم. أقولكم سرت وينها مال فيز. أنا حاط في بالي يقين 100% إنك أي مكفول عندك على كفالك الخاصة بسير به السعودية من المطار يعطونك الفيزا. هذا الموضوع ترى حقيقة كان قبل كم سنة قبل 7 سنين 5 سنين كان موجود مكفولك وانت عند الحدود يعطونه الفيزا زيارة أسبوع 10 أيام شهر شهرين نسيت القانون أنا هاك الأيام شو. لكن أي مكفول عندك كفالة خاصة تروم توديه ياكلين المطار أو المنفذ الحدودي يعطونك الفيزا رسوم بغير رسوم ما أتذكر لكن هذا المتعرف عليه وهذا اللي أنا عشته ولحقت عليه من قبل كم من سنة. فتحوا المكتب هذا ثار موقفوا الموضوع هذا. أي مكفول عندك المشكلة سويت الموضوع هذا قبل 6 شهور و5 شهور و4 شهور يا غير نسيت. أي حد عنده حد دريول طباخ أي حد على كفالك الخاصة تبت مربية جليسة منزل تباها تسير وياك السعودية لازم فيزا. الفيزا لازم تسير المكتب اللي في جمعية أبو ظبي التعاونية اللي في نادي السياحة اللي في المينا. شيء فيزا نوعين شيء فيزا 3 شهور وشيء فيزا 6 شهور. 6 شهور أظني 3000 وهي شيء أظني 2000 أو 1005 وش تسويناها لدريوليتنا بدال الودية 10 وديات. لكن أنا نسيت وحين يوم سرت قال أبوي أنت وين عايش قلت أنا في أبو ظبي. قال وليد كيف يعني أنت تبت تجيب الفيزا الكفي مكفولك اليوم وتحصل الفيزا اليوم لازم على الأقل 3 أيام هذا إذا بنستعجل لك. لكن أنت جايب منه اليوم وتبي تحصل قال ليش ترى لازم كتب ترى لازم فيزا أنا يا بس لا بحب استطلاع. قالوا لا أبوي فيزا الأول هذاك تشل مكفولك وياك عند الحدود يعطونه. الحين أبوي لو تنطر في خمرة راسك انخلى ما عطوك الفيزا لازم أبوي يتي المكتب هذا ويعطوه ناخذ عنك الأوراق وندفن السفارة ويردونها النهار ثاني وخلاف تحصل الفيزا. والله يا ابوكم كان حد صاب ثلج على راسي كيف اني انا نسيت وانا جاي انا المكتب هذا بدال الودي 3 4 وديات. سبحان الله
قدر الله وما شاء فعل. هاي الخالدي تعرف الحصى هذي؟ ترى حصاة الريال كل ما يشوفك ينبغى. هاي الخالدي تعرف الحصى هذي؟ ترى حصاة الريال عندهم هالقسم مالهم ها، وعطوني بحل هدية. هي في اي بي، في اي بي مال رمس رمسة هبيزات، ترى الفي اي بي بوي مو بويي تم عطوني هالصندوق. يقولوا تقول راعية المكتب انه داخل عود ومدخن وما ادري شو وما ادري شو. المهم شكرا جزيلا. ويمين الهدايا عيادتنا هذه هي في الحين جيت ما شاء الله، وتباشير الامطار، تباشير الامطار في بيتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. بس بيتنا فقط في منزل خالد الخالدي، فقط في منزل خالد الخالدي. شان بيه شي مطر؟ ايه الحمد لله. واجد مطر له شويه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابدا. هاي يوم اقول كل كذب الا من تحت باطه اظهرها. رب الله تك ما كذبك بعد انت ما بهين. ها يوم اقول لكم ياسمين ها شوف ما شاء الله، شوف الفل، فل يا فل، فل يا فل، ها هذا فل يا فل. ايوه هذا يوم قلنا لكم وقت اليز، وقت الحش، وقت تقليم الجائر، شوف شو يطلع. ها كل عجله بعجلته، كل عجله بعجلته. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شيء. وحده وحده روحنا كل لابقى بيض قادي مكان تبارك الرحمن. قلنا لكم لازم اليز هذا يسمون يسمون التقليم الجائر، هذا هو هذا التقليم الجائر. شرات الادمي يقول فلان والله يار، هذا يار راعي يور ومنكر، يسوي الشيء اللي ما حد سواه، او يسوي له طلعات وله دواندي ما حد سواها. الشير بعد هالنمونه ترى شرات اللوادم له طلعات وله دواندي، كيف يعني تلقط حاله شاذه تسوي فيه. فلذلك تبارك الرحمن ما شاء الله. ها شو اخبار اليوم؟ الحمد لله جلبت الارض كل شيء زين ما شاء الله، بعطي دواء في الجلال. هي ما شاء الله عليك ما شاء الله بارك الله فيك. ها في فايده تقطع حينه لين شوي يستوي زياده اصفر، يعني 20% او 30% على الاقل. امس استعجلنا بيني وبينكم عليه. ها شوف الحين هالنمونه ما يسد، لازم اكثر شويه. الحين تقريبا 10% انت ريالين يستوي 25. هذا ابوي نحن ها هديتي الله يبارك فيها في مكة شرفها الله. ها دياي هاك الشبس اللي تقول خذ عني صليت عني، وهالعيش مودنت انه وقالت لي امي حطي فيه ملحة عشان يتم كل حبة على راسه، وهردت سوت بعد شيء غير ابني بعد كاري ما ادري شو سمته. ها ها طمش بارك الله فيك ابو محمد الله يعطيك الماية. كم حطيتي؟ حطيت ثلاثة. بارك الله فيك زينات زينات. العيش والماي غطي العيش زين بارك الله فيك. يما يا صدعتيني الله يبارك فيك. يما يا صدعتيني بارك الله فيك صدعتيني. يما يا صدعتيني مايا السلام عليك ابو محمد. ها مو سبايسي حسيتي؟ هاي ابوي العلاقه ها ما شاء الله ابنيتي سوت العلاقه. منو طب اول شو اسمك؟ ذياب. وانت؟ عبد الله المريخي. ها؟ زايد عبد الله المريخي. زايد عبد الله المريخي. وانت؟ والله والنعم. مرحبا بذيار يا مرحبا بذيار. شفتوا قوم توني لو ما شفتوهن؟ لا. انت منو يبي يشوف توني الحين؟ انا. وانت تبي تشوف عنبره ولا توني؟ توني. يلا تعال يلا 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 يلا. حنايه السلام عليكم. السلام. هاو ار يو؟ اي مس يو. يلا بسيروا عادة يلا تعال انت يلا ناك سيروا ناك 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 سيدة 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 توني يا توني توني يا توني لما يظهر لا تربع هاكو داخل ما يظهر مسكر علي حبيبي توني يا توني توني يا توني توني يا توني عنبرو يا عنبرو عنبرو يا عنبرو عنبرو يا عنبرو 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 هذا بعد ما يبه كلام
من الشايب من ال... هي هذا عنبرو وهذا كيتوني. بعد انت عنصري مبهين. يلا سر طالع شوفه. هذا عنبرون الاسود. هي وهذاك توني. البني لون الثاني. هي هاك هاك يا الخواف. هذا موقعي زين. من ما اخلص قراه اقرا شوي يعني ربع ساعة 20 دقيقة أكثر شيء 25 دقيقة. يلا يلا حط المصحف تلقطوني إني لقتها. يلا وهاي الأشياء اللي تشوفونها هالفوضى كلها شغلي أنا، هذا كله إنتاجي أنا. فوضى هاي اللي تشوفون الفوضى العالمة. هذا أبوي رقدت بعد صلاة العصر، من يد العصر أبدأ قريت شويونة حطيت رأسي ورقت تاني. من أقرر من أكمل 27 دقيقة مرة رقاد أرقض عيوني روح أتغمض. الشيطان 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 غربله الله. ما يجيني إلا وقت الصلاة وقت القراءة. يوم يحيد استمت في القراءة كمت ربع ساعة 20 دقيقة سحب اليفن هالي فوق على اللي تحت وغمض. تحر حد دار في عيني بزار ما يخوز لين أرقد. السلام عليكم. عليكم السلام. حلف. أيوة. والله السلام عليكم. كيف حالك؟ اهلين اهلين. وين بلاد؟ هو برا بلاد. انا بعد العيد تسوي عروضه. كان بتسوي بعرس بعد العيد؟ ان شاء الله بعد العيد. انزين ما يقول بابا خالد تعال؟ ليش ما يقول بابا؟ لازم يقول بابا خالد تعال. وين بلاد مالكم؟ باكستان. ما في خلاد داخل باكستان اي مكان؟ سوات. سوات؟ ايوه. مكان واجد بيشاور بيشاور سوات. WAT مكان اخضر وما شاء الله مكان جميل جميل. ايوه مكان زي بارد ما في حار واجد بارد. زين حار شوف بارد ما في فلوس شوف فايده. ايه بس الحمد لله في الحين هذا رئيسي جديد. الحمد لله ان شاء الله كريم. الله كريم الله كريم. شو اسمك عاد انت؟ نعم ساجد علي. سعيد ساجد خان. ساجد خان ساجد خان. شكرا شكرا يا ساجد. ثانك يو ثانك يو. هذا كون يه كون يه. صديق صديق. السلام عليكم صديق. تفضل شوف. عليكم السلام. كيف حالك؟ شو اسمك؟ نعم نعم. امين خان. امين خان, أمين خان. زين وين بلاد؟ باكستان. سين في مدرسه سواد. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. ليش ما في لحية عيال بعد هذا شويه بعد بعدين لك ان شاء الله. يا السلام عليكم. حصات الخراري حصات الخراريف والدراريف. هذا موقعها في هالمكان الفنان. شفتوها وين؟ هاي حصات الخراريف والدراريف. ليه عند خروفة رمسة اي شاتي بها بويها الحصات. وين جيت ابوك؟ ها؟ وين جيت ابوك؟ في العرس اللي مع هذا العرس مال هذا اللي كان مع ربيعه. ايه يوم قلت له بثري خربان. والله والله. شو دراك انت انا قلت له هالكلام؟ شفنا في السناب مع امي. ايه انت شو اسمك انت؟ اسمي ساره. والله تدري شو تدري احب اسم عندي انا؟ شو اول بادي عوشه وعقبه ساره. قولي لي ليش عوشه؟ ليش؟ عوشه لان اسمه مايا عوشه الله يرحمها. قولي الله يرحمها. الله يرحمها. وساره منو؟ ساره بنت خالد بنتي العوده. هي بعد شراتك فنانة. حبيبتي اي صف انتي؟ صف رابع. ما شاء الله عليك ما شاء الله. سلمي على ابو بتري خربان. زين يلا بمال الله. هلا حبيبتي. انا بقول الاغنيه وانت عديها وراي. زين بقارتنا يا العوده بقارتنا يا العوده يا مشراع الجديد يا مشراع الجديد ربي يعطيك الدانه ربي يعطيك الدانه توفي حمد وتزيد توفي حمد وتزيد وتشرم الدكانه كم كذا شخص طرش المسج يقولوا لي بعد قائم انك انت تظهر من البلاد من الحدود تظهر من بلادك من الامارات يعني في حال انك تبي تصير السعوديه في حال ان المكفول على اسمك على اسمك في الحدود ما يحتاج انك انت تاخذ الفيزا. الفيزا تحصلها اول ما توصل لمركز الحدود تقدر تاخذها من البلاد
وتقدر تاخذها من اول ما تدخل الحدود، فيز ابو 3 شهور، شيء فيز ابو 6 شهور، وشيء اظن ابو شهر، رسوم معينه لهن. انزين، لكن يقولوا لي الاخير انك تاخذ الفيزا من الامارات. شو السبب؟ في حد من العماله الوافده اللي يشتغلون في الامارات شد مشتغلين في السعوديه وظاهرين بابعاد، فاللي يظهر من بابعاد من السعوديه شيء مسوين عليهم، عنده قوانين بالحكومات يعني ما تروح. فشو اللي يكون؟ يكون هذا عليه شخص ابوي ابعاد، وانت ظاهر بهالخط الطويل، كانت خادم ولا خدام دريول ولا سويبري ايا كان، فراش مندو اللي هو، وصلت لين الحدود، وصلت لين الحدود ما بيدخلونه. شو السبب؟ لان البلد اللي انت سار لها عليه ابعاد، مثل ما نحن اي انسان عليه ابعاد من اي من الدوله مجاوره يعني، وصار عنده يعني المعامله بالمثل يعني ما يدخل. ها فكيف الحل؟ فاعتقد سووا المكتب هذا حسب يريحون العرب، انك يعني اذا انت تشل انسان وياك لازم انك تسوي الفيزا قبل ما تصير في الحدود، في يكون في احتمال انت هذا جاي عندك من سنتين ثلاث ما تعلم به، قبل 5 سنين وين كان، قبل 7 سنين وين كان، ترى الكذب مكود، تعال تعال وهج عمرك توصل للمركز بعدين تحين به يخرب سفرك كامله الشخص اللي وياك. فلذلك سووا المكتب هذا، والعلم عند الله. هاي ردود الافعال يعني انا ما اعرف هل هذا مدى صحة الخبر هذا، لكن 90% انه صح. البيت ولله الحمد، الحمد لله الأمور طيبة وكل شيء زين، مشيت ما يقارب 6 كيلو ونص مشي سريع، فهذا الحمد لله روحه فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. الزراعة زينة وكل شيء زين، اليوم الله يحفظهم أتري إخواني كلهم بيفطرون عندي، الإخوان والخوات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحق هالايام الفضيله، ان الحول تكون مهندس حصار خالدي ويانا ان شاء الله انها بخير وسهاله، ويكون هتفطر ويانا السنه الجايه ان شاء الله يا رب العالمين، ان الله يعافيها ويعفو عنها وتغدي بخير وسهاله وتينا ونفطر ضربه ان شاء الله. السنه هي في امريكا تتعالج مثل ما تعرفون، وان الله يعافيها ويعفو عنها ويعفو عن كل مسلم يا رب العالمين. الحمد لله بشركم من الزراعة بخير وسهالة، والحمد لله الهم بيغل ورق جديد، والثمر الحمد لله ترى السنة مثل ما قلنا لكم، السنة الهم الثمر ماله ضئيل 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 زيادة على اللي شل الهمبة من 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 التزهير المزهر، شل يمكن 3% ولا 2% فقط لا غير. هي نعم السنة الهنبة اللي تم فيه ما حته الهواء وما حته ما حته عوامل الطبيعة نسبة بسيطة ما يسد حتى هل النخيل وهل المزارع وهل البيوت سواء كان في منزل أو في مزرعة. الثمر السنة السنة بالذات العام الثمر أكثر عن الورق، العام العام الثمر أكثر عن الورق، والسنة لا السنة العكس. الحين بشوفه ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هذا لين قبل 4-5 شهور كانت من دعله، ها طول اللادمي، الحين طول اللادمي بوديتين، شمنه من العنايه، ما في شيء يستوي الا بالعنايه، لازم عنايه. الحول السنه ما شاء الله ضرب شير ورق وغل ورق جديد وسوى عروق وتمكن وسوى يدع وقوى عمره، الحول تاخذونه من الناتج، سنه يعطي ثمر والسنة يعطي قو حق نفسه. لذلك يقولون حق الحرمان الحمال فوقه 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 مبزين، لازم انك انت تريحين سنة وسنتين وثلاث سنة وسنتين بهالطريقة يعني. فالراحة مطلوبة للإنسان وللشيار ولكل شيء، لكل شيء يبقى له راحة، كل شيء ما أي شيء مال هوي هوي ما ينفع أبوي، هوي هوي ما في فايدة ما في فايدة، أي شيء مال هوي هوي ما يسر ولا ينفع. اي هذا ابوك، هذا راشد. انا جبته راشد الخلف انت صراحه. انا بسيل العين حينه هو باي زين النحل. ها اما هي ويذوب النحل الحين بسير انا العين ادريبك ما حد ما انا شيء خصني هو بابا زين انا بسيل العين زين بنسير سلم على جماعة وبنسير بعد على جماعة من غير لا قربهم بنسير عليهم وهذه ليناهم العام بنيهم السنة
الله كريم الله كريم. هذا ابوي تسيرات العود ومعاليها ابوي عنبرة الزرق. هذه عنبرة الزرق. الصبح صورت 100 تصوير وكل ابوي علق تليفون ولا طاي ينزل شيء. هذا اخوي خلف مساء الخير اهلين. هذاكي عيسى بن سعيد وهذا راشد بن خلف وهذا خالد بن احمد تعال. هذاكي عبد الله بن حمد هذا ولد اختي. هذا تعال يا يتمني عاد منك ما برم اود الكاميرا طرف هذاك تعجي. هذا احمد بن خلف هذا مسمين على ابوي وهذا على راي العمتي موضي راشد وهذا عيسى على حد من العرب وهذاك سيف على سيف بن درويش بن احمد. يلس عاد نصورك نكلمك صوره واحده ترى قال ابوي صلاح ما يبلى صوره واحده. شكرا. اقول لكم ترييني هلال بن محمد نسير وياه العيد نسير عند خبرتكم ترى بساعه بس بدي نسير مكانين قهوة. انت طلع في تصوير صورنا ما في تصوير لحول. سيف بعد ولد ختيف سيف بن احمد مسمي هذا بعد اللي مسميهم حبك العافيه حبيبي يا ربي محتاجني. شمه بنت عبد الله شو العقاب شو بلا العقاب ما بترمسين الحين بتضربيني يا ربي يا شمه. كيفك شو اسمك انت الكامل؟ ما بتخبريني؟ اسمك الكامل شو؟ شمول قصيرة؟ شمول قصيرة ما شيلك اسم الا هذا بأدبك الا ادب شمول قصيرة. ما زين في سيرتي الا في موتر هلال زين الامراض. هلال وين سايرين نحن؟ سارين العين الله يسلمك. وين؟ بنمر على امي هناك بنسلم عليها. زين. وبعدين بنمر على ابن عمنا هناك بطي بن احمد بن محمد بطي القميصي. نعم. بنتشكر بالسلامه بعدين من السفر. ايه. جاي من علاج؟ لا من السفر كان مسافر من فتره. زين. وبنضوي ان شاء الله. وبنضوي ان شاء الله. هنا الله راد ورمنا نصور شويونه. صورنا. هناك عند الزيارة الثانية بنقدر نصور لكن عند الزيارة الأولى هاي ما أعتقد مستحيل. لا وين سايرين نحن بالضبط الحين بالضبط الزيارة الأولى لازم تخبر. الزيارة الأولى سايرين عند الشيخة مهرة بنت خالد أم الشيخ طحنون. أم الشيخ طحنون بنسلم عليها. نعم بنسلم عليها وبنبارك لها في الشهر. أكيد أكيد إن شاء الله. وبنتقهوى وبنتدخن وبنطلع يمكن نسير بعد معاك العين مول زين شوفها العين مول ما في واحد انواع بن اذا وقت بنسير واذا ما بوقت بنمر على بعد بيت بطي بن احمد زين محمد بطي القبيسي بعد بن عمنا بنسلم عليه زين. وهناك ما بنسير بيت قب بن دري والله اذا في وقت بعد الساعه المباركه ليش لا؟ نحن نخلي زياره العين اليوم حق الارحام عائليه شو رايك؟ والله الساعه المباركه ابو محمد ساعتك ابرك. هذا العام نحن علينا بالسنة. أبو حمد كيف حالك؟ ما لا شاك أبو حمد الله يطول عمرك ويبارك فيك ويحفظك ويحفظنا إن شاء الله شيوخنا من أولهم لين آخرهم ويحفظ إن شاء الله اللي في الميلس. عند الميلس أحمد بن بطي القبيسي والنعم ونحن في ميلس الريايد وعندنا اخوان شمع من اولهم لين اخرهم وهذه عاده كل سنه نحن في رمضان نسوي اللقاء هني. اي والله ونتلاقى من حول لين حول ونتلاقى ان شاء الله على خير وان شاء الله كل سنه
إن شاء الله بسلامة خليفة وإخوانه وسلامة إن شاء الله المواطنين والشعب من أول لين آخر. ونسأل الله العفو والعافية أن الله يدوم علينا، نسأل الله العفو والعافية أن يدوم علينا الصحة وعلى سلامة شيوخنا والجماعة والحاضرين. ونسأل الله العفو والعافية نحن في خير، نحن في خير الحمد لله، والخير اللي نحن فيه نحن محسودين عليه، لا ندري بأول ولا ندري بثاني، لا ندري بكهرباء، لا مدارس، لا بيوت، لا معاشات، لا شيء، ناكل ورقود في بيوتنا مرة ما ندري بشيء لين نسير البنك. يوصلك لين مكانك؟ نسير البنك ونستلم معاشنا، والأمور الحمد لله الله يدفع البلاء عنهم، كله مسدود في الدولة، داخل الدولة وخارج الدولة مسدود عنا، والحمد لله نسأل الله العفو والعافية ويبارك لنا إن شاء الله في شيوخنا من أولهم لين آخرهم، ويبارك في العيال وشيوخنا ما مقصرين الحمد لله. كل ما تبى وصل، مجالس مفتوحة، مجالس مفتوحة من أولهم لين آخرهم، ولا دخلت على وزير واندخلت على وكيل واندخلت على شيخ، لازمك مقضاد. نعم مرة لازمك مقضاد ولا تدور شيء، بس نبى 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 نحن الحجمة، نبى الحجمة المواطن يكون يحشم نفسه. هي نعم، وبالأخص طال عمرك في الغربة، في الغربة ولا داخل الدولة. هي نعم، في الغربة ولا داخل الدولة، يحشم نفسه ويحشم حكومته ويحشم أهله ويحشم البقعة اللي هو يجلس فيها ويهبط ويظهر منها ويأكل ويشرب منها. أرجو لا لا، والأمور سمعتنا ميسرة في كل مكان، من تظهر من عمان إلين السعودية، أرجو لا لا، ما تشله سبحان. نعم كل شيء موجود، ما تشله، فرج على المسيد بتلقى فيه الفطور، بتلقى فيه الأكل، بتلقى فيه النعمة، وهذا كله من فضل الله وفضل حكومتنا وحكام الإمارات وشعب الإمارات. دعهم يسابقون أرواحهم، يسابقون على الخير، ويسابقون على الصدقة، ويسابقون على النعمة اللي هم فيها معطيين إياه، هم الله معطنهم وعطوا بعد النعمة اللي أعطاهم إياها الله، لا وفروها، وفروها حق الفقير اللي وراهم. الحين عندك أنت عامل يشتغل عندك في بيتك، هذا العامل كم يعيشون وراه؟ هي نعم في بلاده كم يعيشون وراه، وهذا من وين مسكين؟ هذا تعطيه انت صدقه ويعطيه الثاني صدقه ومعاشه، بدل ما الحكومه موفره وموفره كل شيء، بدل ما يشحت ويصير يوقف يطلب ولا يسرق ولا ينهب ولا سمعتني، لا الله موفر لهم يا الشيشه وفطر، يا عند المسيد وفطر، يا عند بيتك انت، ويا ولاقيت انت اعطيته لله كاتب لنا حتى لو 10 ربيات لو 5 ربيات، هذه نعمه، هذه نعمه. نعم النبي الله صلى الله عليه وسلم عليه، وان بنعمه ربك في حده، ما دام الله انعم عليك انعم على نفسك. نعم. وارحم يارك وارحم اللي مثلك وشرواك واللي حد من العرب ابو حمد ميتين على الدنيا، ميود اللي في دي ما تهون عليه البيزه، هذا طال عمرك، هذا فرقع عيد انا اقول، هذا الله اعطاك اياه، هذا هذا الله اعطاك اياه، ومثل ما الله اعطاك اياه بيعطي غيرك. نعم. ولا تحسده، لا تحسده، خله مثل ما هو اشتغل وحصل، انت اشتغل وبتحصل. نعم لكل ما اجتهد النصيب، اه ما كان نصيب، وعندك عيال وعندك خير ويرانك، ويوم عندك شيء وزياده لا ارحم بيارك. نعم النبي يوصي لين سابع عيار. نعم النبي يوصي لين سابع عيار، وارحموا ما في الارض يرحمكم في السماء، يرحمكم ما في السماء. الحين ما دام الله رزقنا نحن هذا الشيء زين وعطانا اياه، نبخل على انفسنا ونبخل على جماعتنا، اذا ياك ضيف في بيتك كرمه قل له مرحبا سعد تفضل، مو بلازم انت اللي عندك اليود من المايود اللي عندك. هنا. حتى يوم المتيسر يوم بيطلبك لف انه داخل قرطاسه، قرطاسه وطني يا قل اخوي تفضل زين، وهذا بيستانس يشوف فيه وبيفرح به. لو الجليل، لو الجليل ما بلازم تعطين انت الكثير، هي 10 ربيات، هي 5 ربيات، زين 5 ربيات شو احسن منهن؟ هذا الله بينفعنك وبينفعن الصقاع عن والديك وعن حكومتنا وعن شعبنا، والله بيباركك في حلالك وبيباركك في مالك، اللهم ارزقه وارزق مني وارزق مني
واليوم الحمد لله الدنيا في يسر، ما في عسر نحن. اللهم لك الحمد. نحن في يسر، بيتك في الخير، الثلاجة قدام المسجد، المسجد فيه الأكل، الثلاجة فيه. الحين الحمد لله البيوت كل عنده وكل في خير وكل في ريا خير، غير حد من العرب ما تهون عليه، اللي عطيه يوم بيعطي عطى قلم من ذل، يتحرى الدنيا بتطير عنه، زايقين من الفقر الأولي يعود. شوف ولدي اليود من موجود. نعم. اليود وما على كريم مشرط. لا، اللي أنت الله كاتبنا لك بيك، اللي الله كاتبنا لك بيك، مو بلازم أنت الحين هذا تدري بأن عندي شيء ولا ما عندي. الله سبحانه اللي يعلم. شوني أنا متلبس ومتعدل والحمد لله كل شيء طيب. هنا. ليش هذا يماله عند الله؟ هذا يماله أنت تيمل به لله، يوم بيصير مسيد تلبس تعدل تعطر، سمعتني، ودخلت على الرياييد إلىك نظيف، قال شوف فلان محلاته شو ما نظفه، ليش شو منه؟ هذا طال عمرك كله من فضل الله. ليمان ديمان نعم. ما شحلى عنه، والطاعة الله ما شحلى عنها، والإنسان طال عمرك أنت ما عليك بغيرك، خلي اللي عنده زين، خلي اللي عنده حقه واللي عندك حقك، أنت ربي عيالك في بيتك، ربي عيالك واحشمهم واحشم يارك، ولا تخلي يوم أنت يارك ناقص في شيء، لا استر يارك. نعم. يوم أنت ناقص شوف يارك، لا حرمك بتصير بيت يارك، وبتشوفهم قصورة ولا شيء زين، ولا تخلي قصورة عليه، لا تلعب. النبي وصلني سابع يار. نعم زين. ولد يارك ولدك ولد تروم تدبه بعد كله. نحن الأول الأول وين نحن؟ وين عشنا الأول؟ عشنا عند اليران، واليران طال عمرك اليار عند يارة، الأخو عند أخو، والحرمة عند الحرمة، والبنت عند البنت، والولد عند الولد، دياره ويربي بنت ياره، ويوم بيسافر الرجال مكان ولا شيء يلي البيت، قال لأخوي ترى أنا ساير وهذه العيالي في ذمتك زين، طرش وصار سبعة أيام دبي ولا أبوظبي ولا أي مكان، ويا هذه الجماعة اللي هنا ستروا، وحرمة الرجال هذه توصل لبيتك وتسترك من أي شيء يقصر عليهم. يا الرجال هذاك يوم هي خبرته، قال الرجال ما قصر وحرمته ما قصر واسترتنا، ونحن تسلفنا عندهم كذا كذا زين، أعطاه الحرمة هذا اللي الله كاتب لنا اللي خذته، ودوه الربع هذيلا وانستر انستر نعم انستر، ولا حد في حاجة الحمد لله. اللهم وعشنا عشنا بن ياس يجونا من أبو ظبي هالبومهير والقبيسات والمحارب وطعم قرميثات وكل العرب كلها كلهم يجيبون لنا السمات، يجيبون القرفه، يجيبون الحبول، يجيبون المدفى، يجيبون الوحار، يجيبون النيسار، يجيبون الرزيم. شو الرزيم؟ يا سلام نعمه. اللهم لك هذه نعمه. يوم طال عمرك الصبح جابوا لنا صينيه ممزوره وقال ودوها حق هذا النخل، هذا راع النخل مزارها رطب لهم ولومي تبعها بلومي ولومي يا سلام والسمن عرف ولا لا، وحطها على راس خوي قال لي وصلها بيت فلان بالفلان، هذا لا في يوم تيهم هناك حطوا لك القهوه فيها وحطوا العيش وحطوا السماش وحطوا سبحان الله سبحان زين وطرشوه. اللهم والناس الناس في خير والناس في خير، ولي حدها معلقه في اللوميه. يا سلام يا سلام. عيشة اللومية واللومية عندك والهمبا والدخاخة والترنجة يعني شو تبغى والسفريال والبالينك هذا موجود عندنا في العين. بارك الله فيك. مشكور يا ميب بن دلموت. يعلك تسلم. وسامحونا على القصور. ميب بن دلموت. نعم. الله شكرا جزيلا على هالكلام الطيب. لا خلينا منك ولا من رمسك وكل اللي قالي لي انسرت العين وما قابلت حميد محمد ترى أبوي عبارة سرق قاصر. حميد ريال حشيم وحاشم نفسه وحاشم البقعة اللي ينزل فيها. لا خلينا منك. ميلة سنة ننزل فيه حاشمين العالم كله. بارك الله. والطيب ما يظهر منه إلا طيب. يعني تسلم. وسامحونا على اللقاء. قصار عنك الشر ما تسوي لك الخير طيب. هذا الميلس زين، وهذا الباب، هذه البوابة زين، وهذا الميلس. الحين بننزلكم فيديو
على يخص هذا الميلس ويخص هالموقع وهالمكان ونفس البوابة هذه ونفس المدخل. كل هذا اللي تشوفونه أحب أن أنزلكم فيديو مشابه لكن يختلف عاد الأشخاص والزمان والمكان والوقت، هذا كله أحب تعرفونه من عقب ما ننزلكم الفيديو هذا إذا الله جعلنا من الحين إن شاء الله. تعشى بسمك مشوي وعيش محمر، بس الدهن الخالدي كان مخلص، عاد انا حطيت له من دهن القلوي.